يحارب بوسط المجتمع المدني او مطلوب ان يحارب، صار الازدهار يقاس بمعدلات. انا ممن يؤمنون بانه التفاوتات الاجتماعيه وتطور الاقتصاد السياسي بما هو توزيع للسلطة والثروة في دولنا هي عنصر أساسي في خروج الناس بهذا الشكل علشان يبحثوا عن حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في نفس الوقت. وعلى مدى السنوات الماضية من 2011 لغاية هذه اللحظة، السؤال ده بيطرح على كل من يرغب في التغيير أو يبحث عنه أو يطالب به، أو على الأقل يطالب بتفكيك شبكات الفساد والاستغلال الشديدة الفجاجة اللي موجودة في دول زي مصر وزي تونس. سؤال بتاع وما البديل؟ مفيش بديل. وده طبعا إجابة مستوحاة قديمة من مارغريت تاتشر، وما زال أبنائها وبناتها في مصر وتونس مستوحين نفس الإجابة لصد أي محاولة لإعادة النظر فيما يحدث على صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية. في مجتمعاتنا هناك مشكلة حقيقية أصلاً في التكوين الاقتصادي تجعل إمكانيات إنتاج الثروة محدودة. بالتأكيد هذا كان نتاج السيطرة الإمبريالية الطويلة على المنطقة العربية، فرض نمط من الاقتصاد هامشي وفتح أسواق من أجل النهب أكثر مما هي من أجل الإنتاج. هذا الجانب يطرح الأسئلة حول كيف يمكن أن نحل مشكلات البطالة والفقر والتهميش بشكل أساسي، وهذا ما يمس واقع الناس بشكل حقيقي. من هذا المنظور أعتقد أن النقطة الأساسية الأولى التي يجب أن تطرح في إطار اقتصاد بديل هي كيف يمكن بناء اقتصاد منتج، حيث أن التحولات التي جرت في العقود الماضية مع سياسة الخصخصة أنهت بشكل عام قوى الإنتاج في المجتمع لمصلحة اقتصاد ريعي يقوم على الخدمات والعقارات والسياحة والاستيراد والبنوك والبورصة. وهذا الطابع الاقتصادي هو الذي جعل نسبة غالبة من المجتمع تعيش حالة تهميش بكل عناصره التي أشرت إليها. من هذا المنظور لابد من الحديث عن سياسة تعني العمل على بناء صناعة والعودة لمنظور صناعي. طبعا هذا أيضا أوافق مع ما أشار فواز في الجلسة الأولى إلى أن هناك كثير من المصطلحات أخفيت أو أهملت، منها مثلا قوى الإنتاج، منها أيضا مسألة الصناعة والتصنيع. جرى اعتبار هذا الجانب بات من الماضي لأن المجتمع بات ما بعد صناعي، لكن في الواقع لا إمكانية لتطور مجتمعي دون الانتقال لمرحلة بناء الصناعة قبل أن نتحدث عن ما بعد الصناعة، لأن المجتمعات لا تتطور إلا حينما تمر بمراحل ضرورية من أجل انتقال لمرحلة أخرى، رغم أن الصناعة لا زالت هي أساس الاقتصاد الرأسمالي. من هذا المنظور أعتقد أن من الضروري البحث في مسألة كيف تبنى صناعة حقيقية، كيف توضع استراتيجية لبناء صناعة حقيقية، ومن ثم أيضا كيف يمكن إعادة تطوير الزراعة التي أيضا عانت في العقود الماضية من انهيار شديد ومن تدمير في الغالب مقصود من أجل أن نستورد حتى السلع الزراعية. هذان عنصران أساسيان يجب أن يكونا واضحين في أي استراتيجية من أجل بلورة اقتصاد بديل. أريد أن أركز على أهمية وأن الاقتصاد البديل لما عشناه عبر يعني العقود الأخيرة يبقى ولا بديل عن هذا البديل التنموية.
يعني المنطلق التنموي، لكن المنطلق التنموي، وخلينا نوضح الكلام، هذا يشير ويحيل بالدرجة الأولى إلى موضوع السيادة. يعني النيوليبرالية ارتبطت ارتباط وثيق بما سمي واسمي بالعولمة، وهذا ليس بالصدفة. يعني هناك ترابط عضوي بين النيوليبرالية والعولمة الاقتصادية، طبعا عولمة على الطريقة النيوليبرالية اللي هي بالضبط، يعني هو موضوع أشرنا إليه من خلال الحديث عن المصارف المركزية، يعني القضاء على الدولة كإطار اقتصادي كفاعل اقتصادي وإحلال السوق ومنطق السوق على النطاق العالمي، وهذا كله باسم الحرية، حرية المنشأة، حرية التجارة إلى آخره. ونحن نعلم، وهذه مسألة بديهية بالفلسفة فعلا الابتدائية، أن الحرية في وضع من اللا مساواة هي الطغيان الأقوى. الحرية في وضع من اللا مساواة هي عكس الحرية. الحرية في وضع من اللا مساواة هي تكون بالقانون، يعني الدولة هي التي تعيد المساواة في وضع من اللا مساواة، وهذه دور القوانين مثلا في إشاعة مثلا المساواة على الأقل على الصعيد السياسي، ناهيكم بأصعدة أخرى في التاريخ الاجتماعي. فالموضوع الأساسي موضوع السيادة، والسيادة نبدأ من هنا في أي سياسة تنموية. قدرة الدولة على حماية السوق المحلية مسألة أساسية، وليس من الصدف أيضا أن العولمة النيوليبرالية ترافقت مع استكمال منظمة التجارة العالمية وفرض حرية السوق وإلغاء الحمايات الجمركية على النطاق العالمي، وهذا مدخل رئيسي في نسف أي سيادة محلية، ونسف القدرة، قدرة الدول على حماية تنميتها الصناعية إزاء الرأسمال العالمي، رأسمال خاصة دول المركز العالمي. فالسيادة إذن هي أولا بهذا المعنى، بمعنى السيادة القومية أو الوطنية. ثم هناك موضوع السيادة بمعنى السيادة الشعبية، وهو يغيب، وهو غيب في مرحلة السيادات التنموية القومية التي شاهدناها في الخمسينيات والستينيات وصولا للسبعينيات من القرن الماضي في منطقة. السيادة ليست فقط سيادة قومية بل هي أيضا سيادة شعبية، سيادة الشعب، سيادة الشعب عبر الدولة وليست ضد الدولة بهذا المعنى، بمعنى أن تكون الدولة تحت رقابة الشعب وبتصرف الشعب، دولة الشعب وليس دولة مضادة للشعب كما هي وعهدناها منذ البداية في منطقتنا. وهذه الشروط التي تسمح بسياسات تنموية بمرحلة تنمية جديدة، يعني سبق وقلت في هذا البلد بالذات يعني إنه عشنا مرحلة تنمية بفساد، تلتها مرحلة فساد بدون تنمية. علينا اليوم أن ندخل بمرحلة تنمية بدون فساد، تنمية ديمقراطية، تنمية بدون ديكتاتورية. تخلصنا من التنمية وأبقينا على الديكتاتورية وعلى الفساد، هذا الحصل في التاريخ العربي المعاصر. أنا حابب أختم بنص لكارل ماركس ينسى، وهو كل عمارة فكرته عن المجتمع المدني ما له علاقة بالمجتمع المدني تماما، وهي التي تقول الآتي: تحققت الديمقراطية السياسية والقانونية مساواة الأفراد في الدولة، لكنها يعني مساواة الأفراد في الدولة وظيفتها يعني في المجال السياسي وظيفتها حماية التفاوت الطبقي في المجتمع، وينبني على ذلك عالم بكامل من الاستنتاجات نادرا ما نقف عنده، وهو الآتي: بأن بقاء الفروقات والصراعات الطبقية في المجتمع، بقاء التمييز الطبقي في المجتمع هو ما يفسد أي إنجاز تحققه الديمقراطية السياسية
والديمقراطية القانونية، بما في ذلك كل أنواع الحريات، مع تشديد يعني التذكير بأن ما يجري تغليبه من الحريات هو الحريات الشخصية والفردية على حساب شرع حقوق الإنسان تبع الأمم المتحدة اللي فيها 7-8 يعني فقرات تتحدث عن الحق الأدنى البشري بالسكن، بالمأوى، بالمي، بالتعليم، بالصحة، بالعمل. هيدا باعتقادي يعني منطلق إعادة نظر في يعني مفهوم العدالة الاجتماعية والتمييز القاطع بينه بين هذا المفهوم الذي ينمي ويراكم إنجازات نحو مساواة حقيقية وعدالة حقيقية بين البشر، وبين تخريجات جديدة للهرب من انهيار ادعاءات نيوليبرالية باتت الآن يمكن اختزالها. بتقرير لأوكسفام يذكرون فيه كل سنة، يقول الآتي: أن 62 من أصحاب المئات المليارات في العالم يملكون نصف ثروة الكرة الأرضية، وأن الفقر في ظل النيوليبرالية نما خلال 10 سنوات الأخيرة بنسبة 47%. هذا بس أرقام التفكير. وشكراً.